بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أولا أرحب سيد الوزير الأول وطاقم المرافق، ونختار شوي نرجع لنقاط جات في هذا هاي الحصيلة وهذا المشروع، خاصة لأني عندي أولا نداء هو على موريتانيا اليوم يحف بها ياسر من المخاطر على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. هذه الأزمة اللي نعيشه اليوم على المستوى الدولي يجب على الطبقة السياسية كاملة تعود واعيتها وتعود تحد من ذاك من التصادم اللي موجود وعنده مبرراته في الحقيقة. يا غير مولي، يا الله يعود ذاك الحس الوطني، يا الله يعود، يا الله يعود موجود. أنا شفت إعلانكم، تكلمتوا سيد الوزير الأول، تكلمتوا عن اقتصاد صاعد، وإعلانكم تهدفوا لاقتصاد صاعد. اقتصاد صاعد يجب على أنه يعود منتج، وإحنا قالبنا من الليل وياسر من الزمن على أن نصوروا مناخ حقيقي لاقتصاد يعود ينتج. هذا ميدان عرضي يجي على جميع الوزارات وجميع الإدارات، ويضعود فم جماعة تتخمم فيه بين اللي احنا ما نقدر نتمو عايشين اللي يقولون نصارى وجور لجور. هذه واحدة. تكلمتوا عن الاكتفاء الذاتي الغذائي، لكن ما اللي لا بداله من الانتاج، ولا بداله من المناخ اللي يعود فيه بعد قاع إدارة تعود صالحة. إحنا يا واجعة فاصلين في نضخوا دم جديد، وفاصلين في نديروا الكفاءة في بلدها. هذا وفندي عنه ما يقدر يوفى بيلي. أنا عندي وقت عبد الرحمن والميني، ما يصح؟ لك ما يصح سيد الرئيس؟ أنا عندي ورقة هون فيها، أنا قلت لك كثير الدقائق. أنا عندي 6 دقائق سيد الرئيس. هذا الصمان متفاهمين على الورقة اللي عندي فيها دقيقة. عندي 6 دقائق ورئيس الفريق قال لي لأنه خلالي الكلام. الفريق قاع ما لباس ما تلخي. الفائدة رئيس، الفائدة زميلي. لعتو الفريق. لا أنا الورقة اللي عندي اسمحي لي إن أنا فيها عبد الرحمن والميني. عبد الرحمن ما خلالي أنا أصواته. أيوه بلغ بها الإدارة. ما وصلها لنا. شكرا لك سيد الرئيس، ما يقد حقي انا في الكلام. يا والله صرتك بعد لا خلوني بعد فيها. خلوني بعدنا نوفي لا يقوم علي العياط من النواب كامل. هم بعد ما قيموا العياط فات. لا سمحي انه تو لا سيد الرئيس، انا الياسر من زمن ما جيتكم. خلوني نوفي اذا الله نقول لا كلمتين. أيوة. انا اختاروا حد يتم يجينا. انا عندي ظروف اللي تعرفوا. لا انت لا نقول كلمتين وتو خلوني انا خلوني نقول لا يتحرجين. نختار نقول تو فعلا هذه قضيه الاسعار. يالله ينقبض فيها قرارات حقيقيه بها اللي عادت تمس من الطبقه الوسطى قاع. فهم تآزر وفهم هيئات يقسموا على الفقراء الفقر المدقع. يا غير هاي الطبقه الوسطى عادت مهدئ. نعرف على ان بين هون ويخلق غاز الى ما يخلق شيء في ذيك الناحيه الحاله متينه. الناس عاد لبانيا لا ميناجير، الناس ما تتقاد. شكرا، الرساله وصلت وان شاء الله الدور يقولوها واحدين اخرين قاع. توتو الشيخ بويه. ايوا راكم قلعتوا مني توفك. 4 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم.